كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الحرس الوطني في مباراه الاياب لدور ال 32 لدوري رابطه ابطال افريقيا. طبعا البطوله اللي الاهلي بيحمل لقبها في اخر نسختين بطموحات جديده، بيدخل لاعبي النادي الاهلي ويستهل مشواره طبعا في هذه البطوله من اجل تحقيق البطوله واللقب للعام الثالث على التوالي بدوافع مهمه جدا اشتغل عليها الكابتن سعد عبد الحفيظ والمستر بيتسو موسيماني خلال الفتره الماضيه مع الفريق. يعني عقب العوده طبعا بعد التعادل الايجابي في مباراه الذهاب في ملعب الجنرال سيني كونيتشي، مستر بيتسو موسيماني كان ادى اللعيبه راحه لمده يومين ثم استأنف الفريق تدريباته استعدادا لمباراه الاياب. خلال الفتره الماضيه كابتن ايمن، مستر بيتسو موسيماني اشتغل يعني بصوره شبه يوميه على المحاضرات مع اللاعبين والدوافع النفسيه، وانه يخلق دوافع جديده للاعبين من اجل يعني ان احنا نحقق رقم ان شاء الله رقم يكون قياسي للنادي الاهلي وللاعبي النادي الاهلي والجيل ده، ان البطوله ان شاء الله تبقى للعام الثالث على التوالي في دولاب بطولات النادي الاهلي. كان مستر بيتسو موسيماني بيعقد محاضره يوميه مع اللاعبين، عرض ايضا من خلالها الايجابيات والسلبيات بتاعه الفتره اللي فاتت وايضا مباراه الذهاب، وقف على بعض النقاط اللي كانت يعني نقدر نقول ان بعض النقاط سواء الايجابيه او السلبيه لفريق النادي الاهلي، ثم الجوانب الخططيه والجوانب الفنيه اللي اشتغل عليها خلال الفتره الماضيه. طبعا شهدت الفتره الاخيره عوده محمد مجدي قفشه وحسين الشحات، وطبعا موجودين في قائمه الفريق لهذا اللقاء. بالامس كان الفريق اختتم تدريباته على استاد مختار التيتشي ودخل الفريق في معسكر مغلق. النهارده يوم الفريق كان اللاعبون تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2 ظهرا. محاضره مستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعة الثانية والنصف، أمور كتير جدا طبعا مستر بيتسو موسيماني يتكلم فيها مع اللاعبين وضرورة تحقيق الفوز في هذا اللقاء، ثم يعني تبقى من خلالها بداية إن شاء الله للمشوار الإفريقي. طبعا داخلين على مرحلة صعبة جدا، أيضا انطلاق الدوري المصري بمواجهة فريق الإسماعيلي يوم 27 إن شاء الله تبقى بداية برضه مهمة النهاردة. مستر بيتسو موسيماني يتكلم على هذه الأمور باستغلال الدفعة المعنوية إن شاء الله اللي تكون موجودة في اللقاء النهارده. طبعا بالامس كان الاجتماع الفني للقاء، وتقرر خلال الاجتماع ان النادي الاهلي هيظهر بزيه الرسمي الرداء الاحمر، بينما فريق الحرس الوطني هيظهر بالزي الازرق. طبعا بالنسبه لهذا اللقاء هيديره طاقم تحكيم من موريشيوس بقياده احمد امتياز حكم الساحه، هيعاونه جيان مارك مساعد اول، راما بابا جي مساعد ثاني، والحكم الرابع دراما فير. عايز اقول لك ان يعني تقدر تقول وجوه لعبة النادي الاهلي واحنا موجودين معاها في الفندق النهارده، اللعيبه مركزه عايزه تاخد بدايه ان شاء الله النهارده. شايفين الجلسات اللي ما بين اللاعبين وليد سليمان ودوره مع اللاعبين، ايمن اشرف ورامي ربيعه وكباتن النادي الاهلي ودورهم مع اللاعبين ان شاء الله. يعني ابشرك ان شاء الله ومبشر كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله تكون مباراه ويعني بدايه قويه جدا لفريق النادي الاهلي ان شاء الله يتجاوز عقبه فريق الحرس الوطني ويصعد باذن الله الى مرحله المجموعات، وان شاء الله يستكمل مشواره نحو البطوله 11 بإذن الله يا كابتن أيمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.